ياسن يعني غير مرتاح في مرماه، ضغط ضغط كبير نفسي على الحارس أرتور موراج، وهدف يسجل بطريقة جيدة من اللاعب جاكسون مارتينيز القناص تكيلر القاتل، قاتل دفاع نادي بنفيكا. نعم يسجل هدفا إثر خطأ جورج جاسوس غاضب على الحارس دون شك. بنفيكا هدف، بورتو هدفان، 3 أهداف في ربع ساعة. هل هي